أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو لحظة فارقة في تاريخ الوطن، اختار فيها المصريون المستقبل الذين يرضونه لأبنائهم وأحفادهم، واختاروا الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمفتحة على العالم. وأوضح الرئيس السيسي أن المصريين أعلنوا في تلك اللحظة للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة، وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتسامحهم لم يكن إلا إلا حكمة متصالحة مع الزمن إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحه على العالم لحظه اعلن فيها المصريون للعالم اجمع ان هدوءهم لم يكن الا قوه وصبرهم لم يكن الا صلابه وتسامحهم لم يكن الا حكمه متصالحه مع الزمن